السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا في مادة علوم سيكون عن استكشاف الفضاء الجزء الثاني. تذكير فيما أخذناه في الحصة الماضية، أحد المعلومات اللي تناولناها في الحصة الماضية كانت المركبات الفضائية. حكينا أنها على نوعين، في عندي المركبات غير المأهولة والمركبات المأهولة. وحكينا أن المركبات المأهولة هي مركبات فضائية تحمل كائنات حية إلى الفضاء وتعود بهم إلى الأرض، وهي على أنواع: عربات الفضاء، المحطات الفضائية، ومكوك الفضاء. أولاً عندي عربات الفضاء، هي عربات استكشاف فضائي مصممة للنقل أو التحرك بالبشر في الرحلات الفضائية، وتعمل على دراسة سطح الكوكب وتضاريسه وجمع عينات من الصخور. بنلاحظ في هاي الصورة عربة فضائية مأهولة، بيقدر الرائد عادي رائد الفضاء يتحرك بحرية على أسطح الكواكب والقيام بدراساته. ثانيا عندي المحطات الفضائية، وهي مركبات فضائية ضخمة تحمل رواد الفضاء والأجهزة والأدوات التي تساعد رواد الفضاء على القيام بالعديد من التجارب العلمية، يعني يقوم بالتجارب العلمية في الفضاء. تبقى المحطة في مدار لها حول الأرض، أما الرواد بينتقلوا إليها بواسطة مركبات خاصة. محطة فضائية عندي أمثلة عليها محطة مير الروسية، مختبر الفضاء الأمريكي سكايلاب، والمحطة الفضائية الدولية. وفي الوقت الحاضر تتعاون دول العالم على تشغيل المحطة الفضائية الدولية، وهي محطة كبيرة مجهزة تدور على ارتفاع 400 كيلومتر تقريبا من سطح الأرض، وقد ركبت العديد من الألواح الشمسية زي ما أنتم شايفين في الصورة عند بنائها حتى تكون مكتفية ذاتيا بالطاقة. ثانيا عندي مكوك الفضاء، وهو مركبة فضائية مطورة تنطلق من الأرض كصاروخ وتعود كطائرة، وهي قادرة على حمل الأقمار الصناعية الكبيرة والعديد من المعدات العلمية والمؤونة اللازمة للرحلات الفضائية. تركيب مكوك الفضاء يتركب من 3 أجزاء، وهي الدوار، صاروخات دفع، وخزان ضخم من الوقود. هاد الدوار، هون عندي أحد صواريخ الدفع وصاروخ الدفع الآخر موجود على الجهة الأخرى، بعدين عندي خزان ضخم من الوقود. أولاً رح نحكي عن الدوار، وهو يشبه الطائرة وفيه غرفة طاقم الرحلة الفضائية، وهو مغطى بمادة السيراميك الحراري العازلة التي تعمل على حماية المكوك. ثانيا عندي صاروخا دفع، الدور الرئيس لهما رفع مكوك الفضاء من منصة الإطلاق إلى الفضاء وإكسابه السرعة اللازمة للتغلب على قوة الجاذبية الأرضية، ويستمر عملهما في المدة الأولى من الانطلاق، ثم ينفصلان عن المكوك ويهبطان في المحيط بواسطة مظلات خاصة. ثالثا عندي خزان ضخم من الوقود، ويحتوي على الهيدروجين والأكسجين السائل كمصدر الوقود في أثناء عملية الإقلاع، وبعد ذلك ينفصل عن جسم المكوك ويحترق في أثناء دخوله الغلاف الجوي للأرض ولا يعود لها. هل تعلم؟ في نهاية عام 1961 أطلقت أول مركبة فضائية تحمل كائنا حيا، وهي الكلبة لايكا. ثانيا في عام 1961 انطلق أول إنسان للفضاء، وهو العالم الروسي يوري جاجارين على متن المركبة فوستوك 1. وفي عام 1969 هبطت المركبة آيجل على سطح القمر، وهي تقل 2 من رواد الفضاء، نيل أرمسترونغ الموجود على اليمين وهو الثاني من هبط على القمر، وأدوين ألدرين الموجود على اليسار وهو أول من هبط على القمر. أما في الخلف نرى مايكل كولينز الذي بقي في مدار حول القمر.